صباح الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامج شباب على الهوا. بنرحب بكم معانا النهارده، والنهارده وزي كل يوم احنا بنقدم كل ما يهم الشباب. دايما من خلال حلقاتنا بنناقش مواضيع تهم الشباب، بنستضيف نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري. الحقيقه مصر مليانه شباب زي الورد وزي الفل، وعندهم افكار كتير وافكار مختلفه ومواهب مختلفه، في مخترعين ومبتكرين وموهوبين في جميع المجالات، واحنا دايما بنحرص من خلال برنامجنا ان احنا نعرض مواهبهم المختلفه. النهاردة من خلال برنامجنا برضو معنا مجموعة من الشباب، زي ما قلت شباب مصر زي الورد وزي الفل. هما هنتكلم النهاردة عن الارتفيشل انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، هو ده مشروع تخرجهم وهنتكلم عليه النهاردة. احنا مصر مليانة شباب زي الورد وزي الفل، نماذج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري، واحنا دايما بنحرص من خلال برنامجنا ان احنا نستضيفهم معنا في البرنامج. النهاردة انا معايا مجموعة من الشباب، الحقيقة ده مشروع تخرجهم عن الذكاء الاصطناعي او الارتفيشل انتليجنس، وهم مبتكرين شخصية اسمها عايدة. هنفهم منهم الشخصية دي بتعمل ايه. هي طبعا مش شخصية حقيقية، هي شخصية مبتكرة، ولكن هي بتتكلم. فهنفهم منهم هم عملوا ايه ومشروعهم كان عبارة عن ايه، وازاي نقدر نستغل الذكاء الاصطناعي في الاعلام طبعا يبقى مفيد جدا. كل ده هنتكلم فيه النهاردة. وأنا ضيوفي النهاردة الدكتورة شروات سامح، مدرس بكلية الإعلام، ومعايا مارينا عادل بكالوريوس إعلام، وإسراء إيهاب بكالوريوس إعلام، وهم عاملين مشروع تخرج، وطبعا الدكتورة شروات هي المشرفة على مشروعهم. أنا برحب بحضراتكم معانا. دكتورة برحب بيكي معانا. الحقيقة الذكاء الاصطناعي ده يا دكتورة ده اللي عمل ثورة طبعا علمية فظيعة، وفي نفس الوقت ثورة تكنولوجية رهيبة، وبيستغل، ممكن نستغله في جميع المجالات، ان احنا نقدر نتطور جامد جدا بيه. طبعا كل حاجة بيبقى ليها إيجابياتها وليها سلبياتها، لكن خلينا نقدر نفهم من حضرتك الأول كمدرسة في كلية إعلام، إيه ميزة الذكاء الاصطناعي؟ أولا برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين. الذكاء الصناعي ما بقاش مجرد مفهوم نظري فقط، لأ، بقى ليه تطبيقات كتير في مجالات مختلفة، في فئات مختلفة، ابتداء من الهواتف الذكية لسيارات ذاتية القيادة للروبوتات الخدمية في المستشفيات والمؤسسات وغيرها يعني. والذكاء الاصطناعي مفهومه الأساسي هو تصميم نظم قادرة على محاكاة النظام البشري أو العقلية البشرية، زي التقليد والمحاكاة والتحليل والتفكير، كلها وظائف بشرية. فهو النظام الذكاء الاصطناعي بيساعد إن هو يولد نظم قادرة تعمل الوظائف دي بدون التدخل البشري أو مجرد إدارة العنصر البشري. فمع الوقت بقى ليه تواجد كبير جدا في المؤسسات وفي التطبيقات وفي المجال التعليمي وفي المجال الخدمي وفي المجال التصنيع كمان، فبقى جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. فالمؤسسة أو الشخص أو المهني الغير مستخدم لهذه التقنيات ومدرب عليها بشكل جيد وبيطور على قدراته ومهاراته هيبقى متأخر جدا، لأن دلوقتي الاتجاه العام بقى تجاه رقمنة المؤسسات والاتصال الجماهيري عن طريق الاتصال الرقمي. فده بقى مهم جدا انه انا ازاي اقدر اتواصل مع الجمهور بشكل رقمي، وده اتجاه حكومي وكانت مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الشباب يتجهوا لنظام البرمجة او تعلم نظام البرمجيات علشان نبقى في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وتكون مصر ليها الريادة كمان في المجال ده. فهو بيوفر سرعة تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، بيوفر دقة وبيبقى فيه سرعة في معالجة كم هائل من البيانات الضخمة، النو تايم في وقف في لا وقت يعني وقت قصير جدا. فده بيساعدنا يبقى عندنا إنتاجية أسرع، بيبقى عندنا تنافسية أسرع، وبرضو نبقى متطورين كالدول كذلك الدول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي. إزاي نقدر نستفيد بقى من الذكاء الاصطناعي في الإعلام؟
الذكاء الاصطناعي في الإعلام، احنا وصلنا انه دلوقتي بقى فيه مقدمين لبرامج من الذكاء الاصطناعي وشكلهم ولكن زي البني آدم الحقيقي، ما تقدريش تفرقي ما بينه وما بين البني آدم الحقيقي. دي حقيقة بالدخاليل، هو مش روبوت. لا لا حقيقي، هو في بعض الأحيان بيبقى روبوت، وفي بعض الأحيان انه بيدخل له بيانات او السكريبت وبيقوله بمنتهى التلقائية، بيقدر يوصل للجمهور بشكل أسرع، لانه اصلا تقنية الذكاء الاصطناعي فيها ميزة تعدد اللغات اللهجات، فيها ميزة الدقة والسرعة، فيها ميزة الوصول للجمهور المستهدف بشكل تقني جدا، يعني يقدر يفهم مين الجمهور بتاعه، احتياجاته ايه، بشكل يومه عامل ازاي، فيقدر يوصل له بشكل فعال اكتر. لكن برضو ليه عيوب، انه هو بيفتقر للثقافة، معرفة الثقافة لكل فرد او لكل مجموعة من الافراد، بيفتقر انه هو يبقى فيه الحس البشري، ازاي اضحك، ازاي يبقى عندي سنس ان انا دلوقتي اتصرف ازاي، برضو الحس البشري ده هيبقى مفتقر ليه جدا. كمان اخلاقيات المهنه، يعني احنا في مهنه الاعلام بيبقى في عندنا مواثيق واخلاقيات معينه ما بيقدرش يلتزم بيها الذكاء الاصطناعي لو كان القائم على ادارته غير ملتزم بيها. تمام. طيب بنات، انتوا عملتوا مشروعكم عن الذكاء الاصطناعي وابتكرتوا شخصية اسمها عايدة. اولا قولوا لي بقى ايه المشروع بتاعكم. هي اسراء تقدر تشرح عايدة احسن مني بكثير، لانه هي كمان هي اللي رسمها، فهي اللي هتقدر تشرح. انت عملتي شخصية ورسمتيها وابتكرتيها شخصية؟ طب هي الشخصية طبعا اصلا اسم عايدة معروف في المجتمع المصري طبعا بأوبرا عايدة، والاسم حتى منتشر جدا. في نفس الوقت ان هو احنا اخترنا اساسا اسم عايدة عشان في كده حروف الاي اي. طب الاول بس اشرحي لي كده واشرحي للناس المشروع عن ايه. المشروع ايه؟ احنا المشروع بتاعنا عن الذكاء الاصطناعي، ومهمتنا ان احنا اصلا نوصل فكرة الذكاء الاصطناعي ان هو مش خطر بس ومش مميزات فقط. هو الموضوع مش ابيض واسود، هو فيه حاجات كثيرة ممكن نتعلمها وممكن نستفاد منها، ومحدش يخاف منها، خصوصا الجيل اللي طالع لازم يكون فاهم الاداة دي، لان دي هتساعدنا قدام بكتير. فانتوا قررتوا من خلال مشروعكم انكم تبتكروا شخصية. مظبوط. ايه وظيفتها الشخصية دي؟ هي فكرة ان هي شخصية توصل المعلومة بشكل سلس، بشكل بسيط، محدش يخاف. برضو فكرة الذكاء الاصطناعي فعملنا الشخصية عايدة بالظبط. فمثلا حتى رسمها احكي لنا بقى عن شخصية عايدة اللي انتوا ابتكرتوه. نحكي عن شخصية عايدة. هي اصلا الديزاين بتاعها ما جاش يعني جه كده خلاص، هو كان مقصود. يعني مثلا اللون بتاعها بالظبط، اللون بتاعها اخترنا. احنا شايفين ايه على الشاشة دلوقتي؟ شايفين عايدة. هي دي عايدة؟ دي عايدة بالظبط. يعني مثلا انت مش عاملاها بني ادم؟ لا، انا عملت، انا مش عايزه كنت عاملاها بني ادم برضو عشان فكره محدش يحس برضو. انا مثلا نتكلم في مجال الاعلام، محدش ممكن ان انا عملت عشان عملت مجرد شخصيه ممكن حد ياخد مكانه، هي مش كده خالص. فعشان كده خليتها بشكل كرتوني، وبرضو في نوع من التنويع البصري، مره شويه كرتون مره شويه هنجيب حاجات ناس بتتكلم، في فيجوالز ثانيه معانا، فعشان كده اخترت الستايل ده اصلا. مثلا هي اصلا هي معروفه بعين حورس الشمال، هي عين حورس معروفه بنور العلم، وان احنا نهزم الجهل ده اصلا. فهي الفكره جت من هنا، انا شفت عين حورس، الفكره جت عايده من هنا. فاخترت حتى الديزاين يبقى كله تبع الهويه المصريه القديمه والحضاره الفرعونيه، فحتى دمجت بين عين حورس والسيركت بوردز على الباترن، السيركت بوردز على وشها، القلاده نوعا ما شبه من الاكسسوارات البصريه القديمه، اللبس، الحزام، حتى الاسوره عملنا شكل جعران، وشكل جعران اساسا معروف بسايكل اوف لايف او دايره الحياه بالظبط، ان احنا عمرنا ما هنقف في حته واحده بس كده، لا احنا بنكمل وبنطور، وبرده بنجمد في نجمد بنجمع ما بين فكره ان التكنولوجيا والحياه. وده اللي احنا بنمشي بيه، ده حتى احنا بنشوفه كل يوم بكل دقيقه حتى. احكي لي انت كان دورك ايه في المشروع؟ هو انا كنت الليدر بتاع المشروع، بس في نفس الوقت انا كنت بتابع مع كل افراد الموجودين معانا في المشروع، يعني احنا كنا 13،
فاحنا كان عندنا جرافيك ديزاينرز، كان عندنا الناس اللي مسؤوله ان هي مثلا تتكلم مع الاكسبرتس اللي احنا هنعمل معاهم الانترفيوهات. كمان كان عندنا ناس تانية بتتابع الحاجات بقى الإدارية، مثلا لما نيجي هنعمل إيفنت مين هيكلم المكان يحجز أو كده. وكمان برضو كنا عندنا content creators، فكنا بنتابع السكريبتس مع بعض، طب لو هنصور الإعلان اللي احنا عملناه طب هنصوره فين. فكل الحاجات دي كنت يعني بتابع مع كل الناس الموجودة في المشروع. فهمونا أكتر. تمام. هو صوت عايدة أصلا إحنا جايبينه من أبليكيشن اسمه 11 Labs. إحنا طبعا هو فيه أصوات كتيرة جدا مختلفة، فحاولنا نجيب أكتر صوت قريب من صوت المصري المعروف، حتى اللهجة المصرية معروفة جدا. فلما نيجي حتى نكتب السكريبت لازم نراعي برضو الألفاظ اللي هي بتستخدمها والكلام اللي هي بتقوله عشان يطلع بالجودة دي يعني. بس طيب ومختارين اللهجة والتون بتاع الصوت، يعني كل حاجة انتم مختارينها بالظبط؟ يعني بيختاروا كل حاجة وبنكتب احنا السكريبت وبيتراجع عليه وبيدخل وبنسمعه تاني، وبيحتاج تعديل بنرجع نعدل على السكريبت تاني وندخل تاني الداتا علشان عايدة تبقى طالعة، لانه طبعا الذكاء الاصطناعي مش زي الذكاء البشري، مش انسان هيحاول ان هو يتكيف، هيحاول ان هو يغير كلام، لا هو بيلتزم بالسكريبت المحدد ليه. كمان عايدة، طب ليه انتوا ككلية اعلام بقى ليه اخترتوا شخصية، يعني انكم الطلبة يبتكروا شخصية عايدة؟ احنا في الاول وفي الاخر كلية اعلام قائمة على الذكاء الاصطناعي دلوقتي، حتى في طريقة التعلم، طريقة التعلم اتغيرت جدا عن زمان، بقى في تعلم عن بعد، بقى في تقنيات جديدة، بقى بنستخدم الاي اي في مجالنا مثلا، بنتكلم في العلاقات العامة والاعلام في الماركتنج بشكل كبير جدا في التسويق، فبقى الاي اي الجزء لا يتجزأ من المجال التعليمي. فكان مهم قوي ان يحصل حملة توعوية، وهي من اوائل الحملات التوعوية في مصر عن الذكاء الاصطناعي اللي هدفها توعية الشباب عن الاستخدامات الصحيحة للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ازاي ان انا اقدر استخدمه في مجال التعليمي بتاعي يفيدني، ازاي اقدر بعد ما اتخرج استخدمه في المجال المهني بتاعي ويساعدني اني انجز المهام بشكل اسرع وادق. وده كان هدفنا الاساسي، انه الاي اي مش مجرد تهديد للانسانيه او تهديد للوظائف، لا ده ممكن يكون ميزه ليك تنافسيه في انك لو استخدمتها تقدر تتميز في مجالك. يعني هل في فجوه ملاها من خلال البحث طبعا اللي هم عملوه على المجتمع؟ لا، لقينا ان في فجوه معرفيه رهيبه في مجال الاي اي، وكل الناس عندها التصور انه انا استخدمه في الحاجات اللي فيها حاجات الفن، الحاجات اللي فيها الشات، الحاجات اللي على السوشيال ميديا بس. ده كان مفهوم خاطئ، لانه الذكاء الاصطناعي مجالاته في العالم كله متطوره جدا، فلازم ننمي المهارات دي ونعرف يعني ايه يقدر يفيدني في تعليم، يقدر يفيدني في شغل ما بعد التخرج. فدي كان هدفنا الاساسي من حمله التوعيه عن استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي والمجال المهني. طيب انتوا بقى يعني قولوا لي اخترتوا التون بتاع الصوت على اساس ايه؟ اللهجه على اساس ايه؟ احنا كنا عايزين انه عايده توصل للجمهور المستهدف بتاعنا بطريقه سهله وسريعه، فعلشان الجمهور المستهدف يقبل عايده فكنا بنختار طريقه كلام بسيطه زي اللي احنا بنتكلم بيها دلوقتي، علشان هو ما يحسش انه دي حاجه معقده انا مش فاهم. فاخترنا ان هي تبقى بتتكلم باللغه المصريه العاميه علشان توصل له بسرعه، وكمان التون بتاعها يبقى تون خفيف على الودن، وطريقه كلام كمان تبقى سهلة مع الناس علشان تقدر توصل لهم بسرعة. وممكن تعملوها بأي لغة؟ بأي لغة احنا عايزينها. وأي لهجة؟ ميزة الذكاء الاصطناعي انه بيتكيف بسرعه جدا مع كل فئات الجمهور، مع كل الثقافات، ما يقدرش ان هو يحاكي بشكل كلي الذكاء البشري في التعبير عن المشاعر، في التكيف مع المواقف، ولكن دي من الميزات الاساسيه بتاعته. وهي تعتبر اول شخصيه نسائيه للذكاء الاصطناعي مصريه كمان بتحاكي الذكاء الاصطناعي.
فده اللي كان مميزها، خصوصا ان الحمله بتكلم الشباب، فكانت اللغه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، هي انطلقت من على مواقع التواصل الاجتماعي لانها المنصات الاسرع والادق والاشمل للوصول للجمهور الشباب بطريقه سريعه. كانت كمان طريقتها تعليميه ولكنها كانت طريقه سهله وبسيطه يقدروا الشباب يستفادوا من المعلومات ويطبقوها كمان، لانها كانت بتوريهم ميزه عايده ان هي بتوريها ازاي تستخدم التطبيقات دي، تعالى معايا اوريك كذا 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 كذا، فيقدر ان هو يروح تاني يوم في الجامعه يستخدم التطبيق ده في ان هو يولد حاجه جديده. وده كان المحتوى التوليدي اللي كانت معتمده عليه عايده في الذكاء الاصطناعي. كل حاجه بيبقى ليها ايجابياتها وسلبياتها. طبعا. ايه سلبيات الذكاء الاصطناعي؟ سلبيات الذكاء الاصطناعي منها الاختراق، يعني عدم وجود خصوصيه واختراق للمعلومات بشكل كلي، بياخد هيئتنا، بياخد الـ 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 الهويه بتاعتنا، بياخد كلامنا، بياخد تصرفاتنا، ويبتدي يعمل داتا بيز عنده، بيبتدي يعمل قاعده بيانات، فده بيبقى اختراق للخصوصيه. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الاخلاقيات المهنه بيبقى مش محكمه قوي، خصوصا لو الجهه القائمه على تشغيل التقنيات دي او إدارة التقنيات دي غير ملتزمة بالأخلاقيات المهنة. هل ممكن الذكاء الاصطناعي بعد ما يعني اطعامه بكل المعلومات وهو يعني قصدي أقول إيه، بيبقى ذكي أكتر وأكتر، هل ممكن يفوق الإنسان في ذكائه؟ هو نظام صمم عشان يوازي الإنسان أو يعمل الوظائف اللي بيقدمها الإنسان، ولكن زي ما قلت لحضرتك لازم نستغل ده، يعني ما نعتبروش كتهديد، نعتبر أنه دي ميزات جديدة هتخلق لنا وظائف جديدة. جايز في وظائف قديمة هتندثر ومش هتبقى موجودة، ولكن في وظائف جديدة متطورة هتظهر على الساحة. فكل ما احنا طورنا نفسنا، جيل الشباب طور نفسه في الكورسات، في طريقة التعليم، في ان هو يبحث عن الـ AI، هيقدر ان هو يستجيب لمتطلبات سوق العمل الجديد، اللي هي الوظائف الجديدة اللي ظهرت على الساحة من خلال الـ AI، ولكن لا استغناء عن الذكاء البشري، العنصر البشري في إدارة هذه التقنية، لانها في الاول وفي الاخر هي آلة. حتى الخبراء اللي احنا عملنا معاهم انترفيو قالوا لنا انه الذكاء الاصطناعي ده مجرد آلة في ايد الانسان، انا بايدي اقدر اخليه ياخد مكاني لو انا بقيت باخد الحاجه اللي هو بيديها لي من غير ما افكر او من غير ما اعدل عليها، او لو انا ممكن اخد منه حته بسيطه وانا احط بقى الحاجات اللي في دماغي اعدل عليه، فبرضه لسه في طابع بشري. بالظبط. وكمان برضه قالوا لنا انه مهما الذكاء الاصطناعي تطور الانسان هو اللي عامله، فهو وربنا خالق الانسان، فاستحاله اي حاجه الانسان عاملها هتقدر ان هي تعدي الحاجه اللي ربنا نفسه عملها. الجزء الابداعي كمان، الجزء الابداعي الذكاء الاصطناعي او الاله ما عندوش ابداع، دايما الابداع هيبقى من العنصر البشري. ازاي بيدخله للآية بالآلة، بيعمل لها كودينج فبيطلع بشكل مبدع، لكن الآلات كلها تطلع الحاجة زي بعضها. يعني لو اديت له اوردر ان دلوقتي اعمل لي سكريبت معين او اعمل لي تصميم للحملة هيعمل، بس كلهم هيبقوا متشابهين. الجزء الابداعي بقى والتفكير الابداعي وان الحاجه تطلع فيها الكرياتيفيتي ده لازم العنصر البشري عشان يبقى فيه تميز. طيب إيه الصعوبات اللي انتوا يعني واجهتوها وانتوا بتعملوا المشروع؟ هو في صعوبات يعني تكنولوجيه اكتر، يعني مثلا احنا لقينا حتى لما اجي اعمل صوت عايده بيبقى في مشكله ان هو ساعات بتبوظ الكلام في الكلام بتاعها، فاجي اقعد اشتغل بالساعات على صوتها واقعد اركب واشيل واحط وكلام، وبياخد بيسلك وقت كبير. وطبعا واحنا كنا بننزل حوالي 3 مرات في الاسبوع على السوشيال ميديا، فده كان واخد طاقه كبيره. اما بقى في فكره ان احنا في الحمله بتاعتنا لقينا ايه، احنا لقينا الناس ان هي خايفه جدا من الذكاء الاصطناعي، وخايفه ان هو هياخد مكاننا قدام. هو بس عشان كتر فكرة ان الاي اي ده هياخد مكاننا فعلا منتشر على السوشيال ميديا من بره ومن جوه، فالناس افتكرت ده بقى الحقيقة. هو في الحقيقة ده بقاش كده خالص. يعني انا حتى لما جيت اشتغلت لقيت ان هو في الاي اي هي عبارة عن طول زيادة عندي، اعرف اتحكمه واعرف اشتغل فيها، بس انا لازم اكون فاهمة ايه الشغلانة هي عبارة عن ايه عشان اعرف استعمله تطور على القدرات بتاعتها. وكمان فاز مشروع عايدة في ماراثون مشاريع التخرج في الجامعة الكندية بالمركز الثاني، واتكرموا من مؤسسات خارجية طبعا هم يذكروها، لكن
لكنهم في الجامعه بتاعتهم فازوا بالمركز الثاني. انا بشكركم، انتوا فعلا نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري. انا بشكركم جدا، بشكر حضرتك يا دكتوره. مشاهدينا للاسف احنا انتهينا من حلقتنا النهارده، دايما بيكون معانا نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري. بشكركم والى اللقاء غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامج شباب على الهواء.